بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم كما العادة في مطبخ رمضان رمضان، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم راني خرجت من المطبخ ورحت للطبيعة، راكم تعرفوا بلي في فصل الربيع الناس كل تخرج تحب تروح للطبيعة وتشوف وتقعد في هذيك المناظر الخلابة اللي تروح للنفس، يعني ما شاء الله، يعني ربي خلق لنا كل حاجة في بلاصتها، يعني سبحان الله تبارك الله. كما قلت لكم راني خرجت للطبيعة وخاصة للحقول تاع البابونج، راح نحي من هذيك البابونج ندير لكم منه مشروب. المشروب هذا صحي، راه يفيدكم في كل، يفيدكم في صحتكم، في التجميل، في كل حاجة. كما نروحوا للصحة راح يفيد في، يساعد الكليتين على طرح السموم ويهدئ المغص على الأطفال. ننصحوا به ديما يشربوا منه الأطفال الصغار تاع حديثين الولادة، وللأطفال وسي الكبار يشربوه، تعود عندهم وجاع في كروشهم ولا حاجة في البطن تاعهم يقدروا يشربوا هذا المشروب. وأيضا تقدر تديري حمام بخاري للوجه، تحطي الأزهار تاع البابونج في ماء يغلي ومن بعد تحطي وجهك وتنظفي بشويه، تغطي بسارفيات وتنظفي حتى انت تخلصي من هذيك الاتربه ولا الغبار اللي في الوجه والزيوت المتراكمه، تنحيها ينظف لك مليح. وايضا تحب تغير اللون تاع الشعر داوم عليه حتى من مده 3 اشهر 4 اشهر 5، تصفي به ديما شعرها راح يتغير اللون تاعو، ومليح للمعده، يعني فيه فوائد بزاف بزاف كثيرة، ما يعني ما جاتش في بالي، عندي غير هذا من الأساسيين. وأيضا مهدئ للأعصاب، وكذلك اللي تحب تزيد تطالع على البابونج والفوائد تاعو تروح اليوتيوب للطب البديل راح تلقى كل المعلومات. راكم تشوفوا في هذا الحقول يعني منظر رائع، البابونج متواجد بكثرة بزاف. انا نحيت كمية لمدة سنة ان شاء الله لقعد نحيين، وديتها للدار، ديت غير الازهار يبستها في الشمس، ومن بعد احتفظت بها وخبيتها باش هكا كل مرة ندير منها مشروب. وكذلك كان حاجة مهمة خاصة اللي فاتوا 50 سنة وتبدأ هذيك التجاعيد تظهر في وجوههم، يداوموا على هذا المشروب لمدة 3 أشهر إن شاء الله راح تخفف هذيك التجاعيد. شوفوا ذيك الزهرة ما أجملها، زهرة جميلة جدا، زهرة البابونج، يعني تشوفيها برك نفسيا ترتاحي، فما بالك تقعدي في هذا الحقل ومعك هاك الحباب ومعك العائلة ومعك الأصدقاء، يعني كما نقولوا خارجة ما نقدرش نوصفها لكم، خارجة عجبتني بزاف بزاف لأنها مع العائلة. نروحوا للمشروب، هذا المشروب اللي درته لكم من زهرة البابونج، يعني الطبيعة خلق ربي فيها كل الصحة تاعنا، يعني سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي هذا المشروب، جبت كاس ماء ساخن سخنته مليح حتى نوصل للغليان، ومن بعد حطيت فيه ملعقة كبيرة من زهرة البابونج وغطيته وخليته حتى نطلق هذاك اللون تاعو الأصفر والمواد اللي فيه كامل. وهذا المشروب نشربوه في الليل في الصباح. كاين الناس اللي دير الصوم المتقطع تقدروا تستعملوا انها ما تاكلش في بلاصة الاكل، تشرب غير هذا البابونج او السوائل الاخرى كالزعتر وغيرها. وهذه بعد ما يبست راني خبيته في بارتمان تاع زجاج كما ما راكم تشوفوا،
عدنا والعود احمد، وهذه راح نوريكم الطريقه اللي راح باش نديروا حفظ تاع البابونج. نيبسو كما قلت لكم، هاني بستو في الشمس، وكل مره نقلبو بيدي باش يبس كامل كما بعدها. هذه نعود لكم طريقه تاع حفظ البابونج، زهره البابونج نحطيتها في سني وحطيتها في البالكون للشمس تشيح، وكل مره نقلبه باش هكا يشيح كامل كيما بعدها، وراح نخبيه لمده سنه باذن الله. ونترككم اخواتي في الصور تاع الطبيعه، وهذا الفيديو تاع الطبيعه. حنايا كيما خرجنا ولقينا القطار كان مار بحذانا، يعني منظر رائع تاع القطار وهو ماشي، الصوت تاعو هذاك عنده هاك صوت مميز، ماهوش مرعب ولكنه صوت انا يعجبني، بالنسبة لي انا يعجبني بالصفارة اللي تلقها القطار. ان شاء الله خواتي هذا الفرصة تكون عجبتكم، وهذا الفيديو كان عجبكم، تكونوا في الطبيعة، وتشربوا المشروبات، كل حاجة تدوها معاكم، وتفرشوا وتقعدوا مع أصدقاء. وفي الأخير أخواتي خليكم معي، السلام عليكم، وإلى اللقاء، مع السلامة.
Thank you.
ايوا طيري خليه يمشي معاك. لا تخدم معاك تبع تبع. Thank you.